خالد فواز السكور هو الآخر. بعض المشاكل على مستوى الغيابات، اضطر يلعب محمد سالم كظهير أيمن. بيشي يحاول تمريرا لباتجاه رودريغيز، انطلاقة للانتي وبريغو، هدف اتحادي، هدف اتحادي أول لبريغوفيتش. الله 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 الله، الشباب يشكوا بوجود التسلل بعد تمريرة رائعة من البيشي، وكرة في الأخير إلى بريغوفيتش. أخيرا سجل في هذا الموسم. قلت أنه أجواء الرياض تغري كثير. هل فيها تسلل على غاري رودريغيز؟ لحظة تمرير الكرة، نشوفها من البداية من لقطة البيشي. هل كان غاري متسللا؟ على أية حال بريغو سجل هدف أول. وعلى ما يبدو أيضا أن محمد الهويش حكم المباراة شر لاعبيب يهاجم خصمه، يندفع للأمام، يريد العودة، يقاتل، يهاجم، يحاول يدافع عن الرقم في ملعبه. عدم الخسارة بالرأس، يا إيغور التعادل، يا إيغور، الله الله، رائع اللقطة لمصلحة إيغور لتشنوفسكي، وضربة رأسية جميلة، الله الله على العودة يا شبابين. لسه أتكلم عن الدفاع عن ملعبهم، لم يخسروا في هذا الملعب من قبل. صراع صراع الآن أصبح خارج تنافسية الملعب، وأصبح صراع من نوع آخر، تنافس على العشب، ولكن تنافس غير محبب مشاهدته. الآن الهدف، يسجل إيغور اللي كان صاحب أهم فرصتين للشباب، اللي كانت عن طريق إيغور لتشيرنوفسكي في شوط المباراة الأول. الهدف صحيح وسليم، والهدف يحتسب بالتأكيد، لكن ما حدث بعد الهدف اللي كان بمناوشات ما بين حجازي، هذه لقطة عادية جدا وضربة رأسية، بالتالي هدف أول لمصلحة الشباب برأسيته المدافع الشيلي صاحب محاولتين في شوط المباراة الأول. الأولى عدت، ثانية مرت، الثالثة ثابتة يا إيغور. هدف مقابل هدف في هذه القمة. ردة فعل أرلاوسكيس جينيريوس من ليتوانيا.